المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني كوادر فضائية كركوك بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسها وإيقاد شمعاتها الرابعة، مشيدا بالحيادية التي تمتاز بها في نقل الأخبار والأحداث والعمل على توحيد كلمة الكركوكيين. فرصة طيبة أن ألتقي بمشاهدي تلفزيون كركوك لأحيي الهيئة الإدارية والهيئة الفنية وكذلك حي المشاهدين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس هذا التلفزيون الناشئ الجيد الذي تمكن أن يغطي الحدث في كل مناطق كركوك وأن ينقل الصورة الحقيقية للتفاعلات شعب كركوك إلى المشاهدين في الخارج. أنا ألاحظ عن سفراتي إلى أوروبا الكثير من الأكراد في الخارج يتابعون هذا التلفزيون، وخاصة أهالي كركوك العرب والتركمان والمسيحيين والآثورين، الكل يتابعون تلفزيون كركوك لأنه تلفزيون جذاب لكل القوى ولأسبابه. أولا حيادية تلفزيونكم هذا مهم جدا، صح هو تلفزيون ومعروف وتابع للاتحاد الكردستاني بس لم يتصرف بهذه الطريقة، تصرف بجمع الكلمة الوطنية، جمع كلمة المكونات في كركوك وخاصة التركمان والعرب والأكراد والمسيحيين وكل الناس الموجودين في مكون كركوك والدفاع عنهم. وبالتالي توج هذا العمل هو المحافظ الذي يمثل حقيقة يمثل كركوك ويدافع عن كل أهالي كركوك. وأنا قبل فترة أحد الإخوان جاء من حويجة وتحدث بأن الكهرباء وصل إلى مناطق عربية كثيرة ولا يهمه إن كان جزء من حويجة مع داعش أو غير داعش، المحافظ لا يهتم بهذه الأمور، المحافظ يريد أن يعطي أهمية يعطي اهتمامه لكل أهالي كركوك، كل محافظة كركوك المركز والخارج. لذلك نعتقد التلفزيون إلى دور مهم بإبراز ونقل هذه الحقيقة من الغرف والأماكن العمل إلى المشاهدين. ذهبت فضائية كركوك منذ انطلاق